السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مرحبا بكم في قناتكم تربية الكتاكيت والسمان. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالجميع. إخوان كما كتشوفوا هذا القطيع ديالي ديال الفيومي، اللهم بارك، يعني حرا غادي في التزايد الفيومي صراحة. رغم الانتقادات اللي تعرض ليه، رغم بزاف ديال الحوايج، إلا أنه كيبقى السلالة اللي غتقدر تصبر معاك، فهمتي؟ راه كاين بزاف ديال السلالات كثيره ومتنوعه، وعندها كاين السلالات اللي ثنائيه الغرض كتعطي البيض وتعطي اللحم، وكاين سلالات اللي كتعطي البيض اكثر من الفيومي باضعاف مضاعفه، لكن الفيومي كيبقى السلاله المحبوبه المتميزه اللي نقدروا اننا نعولوا عليها، من ناحيه انها كتصبر، المناعه ديالها يعني مناعه قويه وكتقدر تحمل جميع المناخات، ولو يجي المرض كتقدر انها تقاومه. ملي كنقولوا الفيومي، حيت بزاف ديال الاخوان غالطين، كاين الناس اللي غالطين كيسمع الفيومي ما تيمرضش. الفيومي ماشي ما تيمرضش الاخوان، الفيومي المناعه ديالو كتكون زايده، راه حتى هو راه كبحالو بحال اي دجاج، تيجيه المرض يقدر يمرض ليك، ولكن الا حطيتيه مقارنه مع واحد السلاله اخرى، ما غنسميش السلاله باش ما يقولوش بعض الناس انني كنتهجم على سلالات اخرى ربما تيكونوا خدامين عليهم. لكن نتوما قلبوا في الانترنت، سولوا الناس الحرفيه، راه غادي تلقاو المعلومه. كاينين السلالات كتكون المناعه ديالها ضعيفه، يعني خصك الادويه معها، بحال الدجاج الرومي، بحال شكل الدجاج الرومي خصك معها الادويه. في هذه الحاله هذه الفيومي يقدر يجي المرض، يجي المرض للفيومي ويجي المرض لديك السلاله، غيمرضوا لك بجوج، غيبان لك الاعراض بجوج، ولكن الفيومي كيتجاوز ديك الحاله، فهمتي؟ هذا هو اللي لاحظت في الفيومي، ان الفيومي تيمرض ولكن كيتعالج بسرعه، فهمتي؟ يعني عنده واحد المناعه ما شاء الله. كاين بعض السلالات الا مرضوا كيبقى ذاك المرض، الا صبروا كيبقى مرافقهم، يعني كيبانوا فيهم دوك الاعراض، يعني ديما مهلوكين، ديما مسخسخين، ديما يعني ما كيبقاوش صالحين، ولا تيقضي عليه في ديك المده ديال المرض ديالو، تيقضي عليه داك الفيروس او داك المرض كيف ما كان، او البكتيريا او هذا كيقضي عليه. لذلك انا بالنسبه لي، اعوذ بالله من قولة انا، ان الفيومي كيبقى من احسن الدجاج بالنسبه لي. ممكن انكم تربيو سلالات اخرين، لكن الا كنتو بغيتو تربيو من الاحسن انكم تبعوا لي فاكسن. ها الفيومي فرحان ملي قلت له احسن سلاله بالنسبه لي، وبدا شي تيغوت هو راه فرح براسه، يعني تيبقى داك الاختيار ديالكم. انا بالنسبه لي انا السلاله ان شاء الله اللي غادي نخدم عليها من بعد الفيومي هي الاسترالور. دابا عندي الفقاصه عامره، وغادي ان شاء الله ناوي نخدم على السلالات ديال الديكور، دجاج ديال الزينه غادي نخدم عليه حتى هو، رغم ان المناعه ديالو ضعيفه، لكن غادي نحاول انني نخدم معاه بلي فاكسان، بالادويه، بهذا التكيك، حيت من الصغر ديالو الا ما حافظتيش عليه يقدر يموت لك في اي لحظه، ماشي في اي لحظه، يقدر حتى يكبر هكا وما رديتيش له البال، يقدر يجيه المرض ويضع عليك، وهذيك السبع شهور ديال تما ضرب شي على داك القطيع ولا هذا يضيع لك في رمشه عين. لذلك وجب الاحتياط الاخوان، والناس يردوا البال. ونصيحه اللي اهم من هذا الشيء كامل، هو النظافه. راه فاش كتكون عندك النظافه بالنسبه للفلوس، كنهضر على الفلوس والدجاج الكبير، الا بغيتي تكبر الدجاج، حيت انا التجربه راه ما شاركتهاش معكم في اليوتيوب، حيت ما بقيتش كنحط فيديوهات مده هذه، يعني ما ظروف العمل وهذا. اليوم غير جيت عند الدجاج ديالي كنتولع كيف العاده، كنجي تنبغي نتولع، قلت نشارك معكم الفيديو ونعطيكم بعض النصائح ربما تنفع بعض الاخوان، ربما ياخذوا بها بعض الاشخاص ويتنفعوا بها. كما بغيت نقول لكم الاخوان، اهم شيء من التربيه كامله ديال الدجاج هي النظافه. والله الاخوان وهملتوا النظافه، راه دير اللي درتو، وراه دير لي فاكسان وتجيب الدواء من برا، وخلينا من ديك الدواء ديال 80 درهم 60 درهم، داكشي ديال الخناشي اللي كيتباع هنايا في الساشيات، كان تجيب الدواء من برا ب 10000 درهم، 50000 ريال، 60000 ريال، 5000 درهم، ماشي مهم الثمن ديال الدواء، راه الدواء ما عندوش، راه الى 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 الدواء كيعطي واحد النتيجه كيعطيها الى كان لوكال نقي، راه الى كان لوكال مسخ الاخوان، وراه تعيا ما تداوي، وتعيا ما تبخر، وتعيا ما دير، راه لوكال الا كان مسخ
راه ما عمرو غيبر لك داك الدجاج وغادي تلاحظ باللي عند تكون عندك الوفيات في تزايد وغادي تكره الدومين. لذلك تنصح الاخوان انكم والاخوات كذلك اللي ربيو الدجاج، كنصحكم انكم تهتموا بالنظافه. راه درت تجربه والله العظيم الى الفلاس، يعني وصلوا 3 شهور درت تجربه في 60 فلوس. انا ما شاركتهاش معكم، ربما كان عليا نشاركها معكم، ما عطيتهمش لي فاكسان، وهذا ما كيعنيش ان لي فاكسان ماشي مهمين. انا ما درتش لي فاكسان، عندي 60 فلوس ما درتش لي فاكسان، انا بغيت ندير غير واحد تجربه مع راسي. انا ما شاركتهاش وكنعتذر انني ما شاركتهاش معكم، نورمالمون كان عليا نشاركها لانها مهمه. حطيت 60 فلوس عزلتهم في واحد البيت، كل نهار كنشونجي لهم الماء واخا الماء كيبقى عندهم. الماكله كان شنو كندير، الماكله كنرد ليها البال الى طحت فيها شي بزقه حاجهكم ولا شي حاجه كنحيدها كناني لي ديك. درت واحد التجربه بسيطه مده 3 شهور، هذه كان حيت تباعوا دوك الفليسات الله يسخر المولاهم، مده تقريبا 3 شهور ما مات ليا فيهم حتى فلوس، قسما بالله ما مات ليا فيهم حتى فلوس، فهمتي؟ وبقاو بصحه جيده، بقاو بصحه جيده. وكننظف لهم، غير كتبان لي النجاره بدات كتوسخ شويه، حيت النجاره موجوده الاخوان، اي نجار كتمشي عنده كتاخذ عنده خنشه ديال النجاره راه 5 دراهم، ماشي شي حاجه. انت تشري كاع انت 10 د الخناشي وحطهم هنايا بقى تبدل. هنا كنبغي نوصل لكم واحد الرساله، هو ان النظافه راه مهمه بزاف. النظافه كتخلي الدجاج ديما نقي، والجهاز التنفسي ديالو تيبقى نقي. علاش؟ حيت ما كيشمش ديك الريحه ديالو، ديما كتلقى الارض نقيه كيشم ريحه زوينه. هادشي اللي كاين الاخوان. حاجه اخرى اللي لاحظت انا فاش كنت كنبدل لهم الفرشه، شنو كنلاحظ الدجاج الطريقه فاش كينعس. راه بعض الاخوان راه الدجاج ماشي كلشي ينعس فوق العماد، فوق هذا العمود بحال هكا. الدجاج الصغير اللي غتلاحظوا كاين تيجبد عنقو تيحطو في الارض، اذا المنخار ديالو قريب للارض، لاصق مع الارض. وتخيل معايا فاش كيكون في الغبار وداك الرائحه كتطلع معاه 24 ساعه على 24 ساعه، نهار على نهار، يعني راه بزاف، يعني راه بزاف. راه تخيل كيفاش غيكون هاد الفلوس، يعني الحاله ديالو كيفاش غادي تكون. اللي راه غيتكرفص، ولو تعيا ما تعيا ما تعطيه في الادويه، تعيا ما تعطيه في فيتامين، تعيا ما تعطيه في البصله، تعطيه في الخل، لهاد الوصفه العجيبه وهاد الوصفه العجيبه وكذا وكذا وكذا. راه كذلك نفس الشيء في البيض الاخوان، كذلك نفس الشيء في البيض. البيض شنو كيوقع فيه؟ اسمحوا لي الاخوان نكمل لكم، جا عندي الوالد قال لي يلاه تغدى نكملوا معكم الاخوان. ربما وقفت في قضيه ديال البيض، انني قارنت لكم البيض مع كذلك مع كنا نهضروا على مع الفلوس. يعني الا كانت النظافه عند فواحد لوكال فيه الفلوس ومهلي فيه الماء نقي، الماكله نقيه، كتشونجا الماء كل نهار، الماء يتشونجا كل نهار، والماء يكون طالع على الارض باش ما يوسخوش، ما يبزقش فيه الفلوس، خاص يطلع بصحه جيده. كذلك الدجاج الكبير الا وفرتي ليه. انا ملي كنقول لكم هادشي انا يلاه حتى انا يلاه كنديرو. انا راه انا كاين بعض الاخوان كيصحابوني انا راه محترف، انا راه كنتعلم من الناس وكنتعلم منكم حتى نتوما. كاين كيجيو عندي الناس كيقولوا شي كيسولوني وكنلقاهم عارفين احسن مني وكناخذ منهم معلومات وكيفيدوني، وكنقول علاش حتى انا ما نشاركش مع الناس. كما قلت لكم الاخوان، حتى الدجاج كذلك الا وفرتوا له البيئه الملائمه، وفرتوا له، هو دابا كاينه الشتاء اللهم بارك، ها انتم شوفوا الارض. تخيلوا معايا مثلا كون ما كانش هذا القصدير وما كانش هذا الميكا، كيفاش غادي تولي الدنيا هنا؟ غتولي مغيسه، وكانت مغيسه راه ماشي راه الله، مؤخرا قديت لهم هذا الميكا وهذا كانت تكرفص ليا. يعني هذا الشيء كيأثر كليا على الدجاج، كيأثر على الدجاج. اما فاش كتوفر لي واحد البيئه مزيانه، مثلا هذه البيئه هذه راه مزيانه، ولكن خصو على الاقل واحد الاسبوع باش يرجع الصحه ديالو، حيت كانت تكرفص ليا
باش كانت الشتا كتصاب بالبرد كيضرب فيه، كان تيبيت هناك حولت ليه لداخل دوك العمايد دخلتهم لداخل، عاد درت الميكا. المهم قديت حاولت انني نقد واحد الحاجه وعطيتو ليه فيتامين وكنعطيه الماكله ديالو، وكنتمنى انه يولي بصحه جيده يعني كما كتشوفوا، حيت راه كان تكرفس ليا بالبرد. لذلك انا ملي درت هاد القضيه قلت نشاركها مع الاخوان، وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. ونتمنى لكم نهار مبروك وتحيه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.